دكتور، نتحدث اليوم عن سر الوجود كما يقال وهو الإيمان. ما هي الحكمة والجوهر الأساسي في وجود الإيمان في حياتنا اليوم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان هو المعنى الحقيقي لهذه الحياة. الإيمان هو قيمة هذه الحياة. الإيمان هو المجيب الشافي للأسئلة الحائرة التي تريد على القلب والعقل، وذلك من خلال علماء راسخين ذو اختصاص وتمكن للإجابة على هذه الأسئلة، وليس أي أحد. الإيمان هو الحاضن للتيه الذي قد يعيش فيه الإنسان باستمرار أو من حين لآخر. الإيمان وبحلاوته الحقيقية هو الموصل لأنس وسعادة الإنسان، أقصد الأنس والسعادة الحقيقية المليئة بالسكينة والراحة النفسية. الإيمان تصديق وقول وعمل. الإيمان باختصار هدوء وسكينة وثبات وقوة. يقول الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأيضا يقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي موسى أيضا عليه السلام يقول الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. سبحانه. إذا وصلت لهذا وصلت لحلاوة الإيمان، ومن بلغ حلاوة الإيمان فقد بلغ غاية السعادة.